السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس سلسلة التعليم العتيق من سلسلة دروس التعليم العتيق المستوى السادس ابتدائي. غنشوفوا أول درس في هذا المستوى. كما القاعدة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس الأول غنشوفوه اللي هو لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز اللي هما انواع الجمل اللي كاينين، غنشوفوهم. كاينين ربعه ديال انواع ديال الجمل. كاين لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز انتيروغاتيف، لا فراز اكسكلاماتيف، اي لا فراز امبيراتيف. غنشوفو شنو هما المميزات ديال هاد الجمل، شنو هما الخصائص ديالها باش غنعرفو او نقدروا نفرقوا بين جمل ونعرفوا بان هذه راه ديكلاراتيف، هذه انتيروغاتيف، ولا هذه امبيراتيف، ولا اكسكلاماتيف. هذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هذه الحصه او في هذه الحلقه. لي تيب دو فراز، لي تيب دو فراز هما انواع جمل. بيان، لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز ديكلاراتيف هي جمله اللي هي اخباريه، كتخبرنا بشي خبر. هذه هي لا فراز ديكلاراتيف، جمله خبريه ما فيها حتى شي حاجه اخرى الا انها كتعطيني معلومه او خبر، وكتنتهي بنقطه بان بوين، يعني نقطه في الاخر. لا فراز ديكلاراتيف نعاود هي الجمله اللي هي اخباريه كتعطينا اون انفورماسيون معلومه، ايل ديكلار كيلكو شوز يعني كتعلن على واحد الحاجه اللي هي خبر، شي حاجه اللي يعني لنا الشخص المتكلم او فكره او اي حاجه. نشوفوا مثال لا فراز ديكلاراتيف. مثال هنايا، جو في ا ليكول، جو في ا ليكول، كنمشي للمدرسه. جو في ا ليكول، جو في لو فيرب الي او بريزون، جو في، تو فا، ايل فا، نوز الون، فوز الي، ايل فون. هذه هي جمله اخباريه ديكلاراتيف. جو في ا ليكول، جملة إخبارية. جو في أ ليكول، نقطة في الأخر، جملة إخبارية. مثال واحد جملة أخرى، جو سوي مالاد، نقطة، جو سوي مالاد، أنا مريض. فيها والو، جملة يعني كنخبرك أنني مريض، يعني كنعطيك واحد المعلومة على أنني مريض، كنعطيك معلومة بأنه مثال، إل في شو، سخون الحال، كنعطيك مثال، يعني كنعطيك معلومة، إل في شو، إل في فخوا. Nous allons à la forêt. Ramshur Raba. Nous allons à la plage. Ramshur Bahar. Chanter. Nous allons à la plage. Yani kan ramshur chanter. Yani hadi hiya la phrase déclarative. Il déclare quelque chose. Yani déclarative. Il déclare quelque chose. Yani katkhbarna shi haja. Ma'louma ou fikra. D'accord? Kaynch ishkal. La phrase déclarative. Jumla ikhbariya. Je vais à l'école. La phrase interrogative. La phrase interrogative. Qu'est-ce que la phrase interrogative? La phrase interrogative, il y a une jumla qui fait une علامة ديال استفهام. يعني شنو كتكون هاد الجملة؟ Question. سؤال. سؤال. Tout simplement. يعني فيما كتشوف شي جملة فيها علامة ديال استفهام. Question. سؤال هي عبارة عن سؤال. C'est une phrase interrogative. Par exemple, Naya, à tête quoi, limitelle. Où vas-tu? Où vas-tu? Fin radi. Yani, elle joue là. Darouri katsinel jawab. Où vas-tu? Il a une antedahib. Yani, fin radi. Où vas-tu? Ou katkoul fi adik. L'intonation. Je n'ai l'intonation. N'a pas la dire ce n. ما غاديش نقرا هاد الجملة نقول لك أو فاتي، أو فاتو، يعني فيها سؤال، حيت كاينة علامة ديال الاستفهام، أن بوان دانتيغوغاسيون، أن بوان دانتيغوغاسيون، علامة ديال الاستفهام، أو فاتو، هادي جملة استفهامية عبارة عن سؤال، يعني سيت أون فراز انتيغوغاتيف. جملة أخرى، كي فخاب لا بورت، يعني كيدق الباب. كنسول واحد حل الباب، جا عندي دخل، قلت ليه كيف خاب لابورت، شكون اللي كيدق؟ كيف خاب لابورت، هذه سيت اون فراز
interrogatif. La phrase déclarative, جمله اخباريه كيكون فيها نقطه يعني معلومه خبر. La phrase interrogative اللي باينه هي كيكون فيها علامه ديال الاستفهام وعباره عن سؤال. Une phrase interrogative هي c'est une question يعني سؤال. Il se termine toujours par un point d'interrogation puis علامه ديال الاستفهام. D'accord, deux autres. Talit nawa, le type de phrase. La phrase exclamative. La phrase exclamative. Had la phrase exclamative, هي جملة تعجبية كتكون ديما فيها un point d'exclamation. علامة ديال التعجب في الآخر. D'accord, علامة ديال التعجب. Par exemple, هنايا quelle belle maison. ما أجمل هذا البيت. Quelle belle voiture, ma ajmala hadi sayara. Quel beau cartable, ma ajmala hadi mahfada. Quel beau livre, ma ajmala hadi kitab. يعني هنايا كاينه واحد العباره اللي كنعرفوها اللي هي كان اللي كتدل على ما اجمل. داكو ما احسن ما اروع. داكو هاد كان فيما كتشوف كان ردوا البال كان مع علامه ديال التعجب. حيت بعض المرات كتكون هنا كان وكيكون علامه ديال الاستفهام. ردوا البال يعني دابا خصكم تشوفوا الجمله باش بدات وشنو كاين في الاخر ديالها. راه بعض المرات كيكون هنا كان وكتكون علامه ديال الاستفهام سيت اون فراز انتيروغاتيف. كتكون هنا كان علامه ديال التعجب سيت اون فراز اكسكلاماتيف. راه كيبغي هادشي شويه كيبغي نوع من التركيز. داكور الدرس راه ساهل خصكم غير تركزوا شويه. كان بيل ميزون علامه ديال التعجب سي اون فراز اكسكلاماتيف. لا فراز اكسكلاماتيف هي جمله تعجبيه كتكون ان بوين ديكسكلاماسيون علامه ديال التعجب. شفنا لا فراز ديكلاراتيف جمله اخباريه كتنتهي بنقطه وهي عباره عن خبر عادي فكره فخبر معلومه. لا فراز انتيروغاتيف هي جملة استفهامية هادي باينة فيها علامة ديال الاستفهام وهي عبارة عن سؤال اون كيستيون بحال او فاتو كي فراب لا بورت بوركوا تو ابسون علاش تغيبتي بوركوا تو ابسون كومون فابريكي يعني اي حاجة فيها علامة ديال استفهام يعني وهي عبارة عن سؤال بيان. وكاين كذلك لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي عبارة عن جملة تعجبية وكتنتهي بعلامة ديال التعجب. une phrase exclamative il se termine par un point d'exclamation يعني جملة خبرية أو جملة إخبارية ديكلاراتيف جملة استفهامية إكسكلاماتيف جملة تعجبية جملة معاود عفوا جملة إخبارية ديكلاراتيف جملة استفهامية انتيروغاتيف جملة تعجبية اكسكلاماتيف. اخر نوع حيت كاين بعض ديال الانواع. اخر نوع لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف لا فراز امبيراتيف هي لا فراز اللي فيها الامر. وكان في اللغة العربية الامر شنو هو الفعل فعل الامر. داكور يعني كيكون فيها هذاك الفعل كيكون على صيغة الامر. ردوا البال امر. وهذه الجملة اللي هي امبيراتيف ديما كتبدا بالفعل وكيكون هذا الفعل مكونجيي ان امبيراتيف. فيرم لا بورت داكشي علاش سطرت على هذا الفيرب حيت ديما الجمله اللي هي فيها الامر خصني الفعل باش نامر. فيرم لا بورت سد الباب اغلق الباب اغلق الباب يعني ديما فاش كنعطي الامر خص الفعل خصني نبدا يعني خصني نبدا بالفيرب اللي هو الفعل. فيرم لا بورت اوفر لا بورت حل الباب اوفر لا بورت ferme la porte c'est le verbe ouvre la porte ouvre la fenêtre ferme la fenêtre ديما هاد الجمله اللي هي لا فراز امبيراتيف كتبدا بالفيرب وهاد الفيرب خص يكون الامر. داكور كيكون فيه الامر ولا لاحظتوا ferme ما كيكونش فيه je tu il nous vous il في الغالب باغ كاين بعض الحالات وكيف الغالب ما كيكونش فيه داك je tu كيبدا بنيشان بلو فيرب. ferme la porte ouvre la porte fais tes exercices dir tamarin ديالك يعني كاينين شحال من سميتو
ouvre la porte, ferme la porte, fais tes exercices, écris sur le tableau, écris, fais du sport. D'accord, la phrase impérative, كتبدا بلوفير وهي عباره عن امر. داكور، واحد المعلومه غنمشي ليها هو انه هذه الجمله اللي هي امبيراتيف دو بال بعض المرات كنلقاو فيها علامه ديال التعجب، وهذيك ماشي علامه ديال التعجب، هذيك بحال اللي قلتي لو سونتيمون، فيه نوع من الغضب. باغ اكزومبل نعطيكم مثال، ne fais pas de bruit. وكان ديروا لها علامه ديال التعجب. شنو هو المعنى ديال ne fais pas de bruit؟ ما ديرش صداع. واش شي واحد غيقول لك ما ديرش صداع وكيضحك ليك؟ لا، ne fais pas de bruit يعني كيقولها بنوع من الغضب، نوع من الجديه، يعني كاين واحد لو سونتيمون، كاين واحد الاحساس. وهاد الجمل ne fais pas de bruit. داكور، وكاين هاد نو، ne pas ديال النهي، ديال التحذير. ne fais pas de bruit يعني ما ديرش صداع، ما ديرش بسلات. هادي ne fais pas، ما ديرش، هذا نهي، يعني كيأمرك باش ما ديرش، هو ينهاك باش ما ديرش. ne fais pas de bruit. بعض المرات كنلقاو هاد الجمله ديال اللي كيكون فيهم هاد التعجب، ولكن هادي ماشي ديال التعجب، هادي ديال لو سونتيمون، الاحساس بالغضب. ولكن باش انت تفرق بين هادي وهادي، هادي فيها نوع من الفرح كبير. ميزان، ما اجمل هذا البيت. هذا كيكون فيه الفعل في الامر، فيما كيكون فعل في الامر راه الامر، ما بقيتش تشوف انت يا الاخر شنو فيه. داكور، الى عندك فعل الامبيراتيف، فعل مصرف في الامبيراتيف، ما بقيتش تشوف واش كاين في الاخر ديالو سميتو، يعني غادي دير نيشان. هادو باينين، هادو فيما كتشوف هادي بلا ما تشوف لو فيرب بلا والو، يعني كدير علامه ديال استفهام، يعني كاينه علامه استفهام في كيف خاص انتيروغاتيف. الاشكال كاين غير في هادي، وباقي راه ماشي بزاف، غير القله القليله. وهذه هي اللي كاين عندنا في هذا الدرس، هاد الصيغه، يعني كاينه لا فراز ديكلاراتيف جمله اخباريه، لا فراز انتيروغاتيف جمله استفهاميه، لا فراز اكسكلاماتيف جمله تعجبيه، لا فراز امبيراتيف اللي هي جمله اللي فيها الامر والنهي. داكور، نتمنى ان الدرس مفهوم. كاين شي حاجه ما مفهومه، يعني ما مفهوماش، غتكتبوها ليا في يعني في التعليق اسفل الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق في الدرس المقبل ان شاء الله. كما القاعده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس، عجبكم الفيديو غديروا لايك، ما عجبكمش غديروا ديسلايك، بارطاجيوه مع الزملاء ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.